شروط جمع التأخير ثلاثة. الآن تكلم عن جمع التقديم، الآن يتكلم عن جمع التأخير. نعم. الأول الترتيب. حتى جمع التأخير لو أخرت الظهر إلى العصر أو أخرت المغرب إلى العشاء، ما تصلي العشاء قبل المغرب ولا تصلي العصر قبل الظهر، وإنما تبدأ بالظهر ثم العصر وتبدأ بالمغرب ثم العشاء. نعم. الثاني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. نعم، نية الجمع لابد أن تنوي الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى. يعني واحد ما صلى المغرب، زين ما صلى المغرب، نقول له يلا صلى المغرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لين بقى دقيقتين أذن العشاء، قال له خلاص نجمع. لا، لازم تنوي الجمع قبل أن يخرج وقت يكفيك لصلاتي المغرب، لابد أن تنوي الجمع. لكن هذا الشرط بعض أهل العلم رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما خرج من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت المغرب قطعا، هو طلع من عرفة مع ذا المغرب، صحيح مع غروب الشمس، لما غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يقول له الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب بيد العين العشو حين ما صلينا المغرب، قالوا الصلاة، قال الصلاة أمامك، لكن قالها لمن؟ قالها لمن سأله. طيب اللي ما سأل ما نوى الجمع، لأن ينتظر متى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا لي أجل أن نصلي، فهو ما نوى الجمع. هذا الصحابي، أقصد الصحابة الآخرون، ما نوى الجمع، والنبي يقول أمامك حتى دخل عليه وقت العشاء ثم وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فهنا ما نوى الجمع وما أنبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشترط نية الجمع لجمع التأخير. نعم. الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. اي نعم، يعني واحد نوى قال ان شاء الله سنجمع جمع تاخير المغرب والعشاء، اذن عليهم المغرب زين وقالوا للصلاه، قال له سنجمع جمع تاخير ان شاء الله تعالى. ليش تجمع جمع تاخير؟ قال فلان مريض. ليش تجمع؟ مسافرون، مرض كذا. لكن وصلوا الى زال العذر، يعني زال المرض، وصلوا الى بلادهم كذا قبل دخول وقت الثانيه، نقول هنا خلاص زال الجمع ما تجمع الآن. يعني أعطيكم مثالا، الآن لو إنسان مسافر مثلا وجاء إلى البلد وصل يبي قال نجمع العشاء والمغرب جمع تأخير مثلا بالسفر، وصل الكويت الحين كم يؤذن العشاء؟ 8 أي، والمغرب 6:30 5 أي نعم، وصل الكويت هنا قال هو في الطائرة قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير إذا وصلنا الكويت إن شاء الله تعالى، ممكن الرحلة تبكر؟ ها؟ ممكن. واحد يقول لي قبل يومين يقول طيارتنا الساعة 2 من البحرين للكويت، الساعة 2 الظهر، وصار جونا اللي مسؤولين في المطار قال وين رايحين؟ قال الكويت. قال لي ترى الحين بتطير الطيارة، الطيار ودي يطير مبكر، إذا اكتمل العدد بيطير مبكر. يقول طيارة موعدها الساعة 2، طرنا واحدة، عرفت؟ فهذا مثله مثلا لو كان مخطط انه بيجمع جمع تاخير مثلا المغرب والعشاء، يعني تطير الطياره مثلا الساعه 7 مثلا، قال ساجمع جمع تاخير اذا وصلت الكويت، خلينا نقول من البحرين، يلا طلعنا البحرين، البحرين زين، والرحله من البحرين كم؟ 40 دقيقه تقريبا، 40 دقيقه، قال خلاص راح اجمع جمع تاخير عشان على ما اوصل الكويت لم اذن علي العشاء ساجمع جمع تاخير، نوى هذا زين، فجاه طيروا الطياره شنو؟ مبكرا. وصل الكويت الساعة 7، كم باقي العشاء؟ ساعة. طيب فزال عذر السفر ولا ما زال؟ زال. قال له أنا نويت إني أجمع، لا مو بكيفك تصلي المغرب، واضح؟ لأنك زال عذر السفر قبل دخول وقت الثانية، وهذه ينتبه لها بعض الناس الذين يصلونه، خاصة الحين الحمد لله الجناط التأخر زين، فإذا نزلت المطار روح صلى أول شيء إذا ما أذن الوقت الثانية، سواء العصر أو العشاء، فاذهب وصل حتى لا يخرج الوقت وتقول أنا راح أجمع جمع تأخير، لأن الحين زال عذرك، أنا وصلت إلى بلادك، وصلت إلى منزلك، واضح؟ فلا تجمع جمع تأخير، ينتبه لهذا الأمر. نعم.